كل تدريبات يونت 3 الوحدة التالتة للصف الثاني الإعدادي جريت جوبس جريت جوبس وظائف رائعة أو وظائف عظيمة كومبليت ذا سنتنس ويز ذيس ووردز باترن باترن اللي هو الكفيل ساينتست عالم سبورت سكوتش مدرب رياضي سيرجن سيرجن اللي هو الجراح نمبر 1 سبورت سكوتش teaches people بيعلم الناس how to play كيفية اللعب or improve in a sport وتحسين الرياضة number two knows how to look inside the body to help people who are ill knows how to look inside يعني بينظر داخل الجسم inside زبادي بادي اللي هو الجسم تو هيلب بيبل لمساعدة هو ار ال لمساعدة المرضى ده يبقى سيرجن سيرجن الجراح يبقى اكتب سيرجن نمبر تو نمبر ثري داز experiments يعني بيكون بعمل تجارب To study and find out about how things work. بيكون بعمل تجارب لاكتشاف أشياء أو دراسة حاجة ده يبقى ايه؟ ساينتست العالم ساينتست يبقى نمبر 3 هكتب هنا ساينتست العالم نمبر 4 gives money to people or place إيه؟ بيعطي فلوس ليه إيه؟ بيتبرع بفلوس مثلا لأشخاص أو لمكان ده اللي هو ايه؟ a patron, patron هكتبها هنا بيتكفل بعمل شيء يعني يبقى نمبر 4 pattern circle the correct words when my parents were younger لما كانوا صغار they lived in Luxor كانوا عايشين في Luxor then ثم they moved to Bursa uh, in 1990 يبقى طبعا حرف الجر اللي بيجي قبل السنين يبقى اعمل سيركل على ان ان بتيجي قبل السنين ان ماي فازر جوت ا جوب حصل على وظيفه ان كايرو في القاهره 15 ييرز اجو منذ منذ عام طبعا اللي بيجي قبلها فتره زمنيه اللي هي اجو يبقى اعمل سيركل على اجو بيجي قبلها فتره زمنيه زي زين ليفد a small flat small flat يعني شقة صغيرة بقول لك من كذا من عام كذا إلى العام كذا يبقى من فروم يبقى فروم أنا عايز أقول من سنة كذا لسنة كذا يبقى أعمل سيركل على فروم وبعدين العام أهوت وبعدين تو يبقى فروم تو فروم تو زي موفت to the bigger flat يعني هم نقلوا زي موفد هم نقلوا to the bigger flat شقة أكبر a year later uh, when I was born when I was born choose the correct year then match to make sentence number one in 2016 a shark shark اللي هي سمك القرش attacked هجمة عمر Uh, and he lost a leg وفقد رجله. number two before سميرة موسى died قبل وفاة سمير موسى in 1952 she was هي كانت ايه بقى؟ Egypt's first female أول أنثى uh, nuclear scientist عالمة نووية أول عالمة نووية uh, في مصر and uh, wanted to use nuclear treatments in medicine وكانت عايز تستخدم العلاجات النوويه في الطب ان medicine يبقى هنا هكتب بي نمبر 2 هكتب بي نمبر 3 ان 1995 مجدي يعقوب started a charity charity اللي هي مؤسسه خيريه to help children لمساعده الاطفال with heart problems اللي عندهم مشاكل صحيه في القلب heart اللي هي القلب Number four, the Egyptian University was open in uh, 1908. يعني دي uh, أول جامعة مصرية. أول جامعة مصرية. Uh, after Princess Fatma Ismail gave it money and land. يعني فاطمة إسماعيل uh, اتبرعت ببناء أول جامعة يبقى نمبر فور هتكتب سي نمبر فور هتبقى سي يبقى هنا هكتب هنا سي هنا بقى بقول رايت اكتب رايت ابرجراف اباوت وات ميكس اهيرو هيرو هيرو اللي هو البطل ممكن نستخدم بعض الكلمات ديت بريف شجاع دينجرس خطر كايند طيب نيرفز يعني متوتر بيشن صبور فممكن نقول اهيرو اهيرو از سام البطل ده شخص هو كان بي بريف ممكن يبقى uh, شجاع وين زي فيس ا بروبلم لما بيجي يواجه مشكله اهيرو از ا بيرسون بطل ده شخص بيرسون هو از ايبل تو هيلب اذر ممكن يساعد الاخرين ا بيرسون كان بكم اهيرو باي سيفنج ممكن الواحد يبقى بطل إنقاذ باي سيفنج سم ون who is in danger بيبقى في خطر complete the text with these words uh, competition competition لمنافسه او مسابقه uh, handball handball لعبه كره اليد junior junior اللي هو فريق الناشئين senior الفريق كبير. win win معناها يفوز my brother احمد loves playing handball أخوي أحمد بيحب يلعب الـ Love. بيجي بعديها verb plus ing. Play. مضافلا ing. Playing. Loves playing handball. And he is very good at. Good at يعني جيد فيه. Uh, when he was eight. لما كان عنده ثمان سنين. He played in a, a competition. In a junior competition. جينيور هتبقى نمبر 2 جينير competition مسابقه للناشئين يبقى جينيور هنا هكتبها نمبر 2 فور ا تيم ان اور سيتي ذا تيم الفريق didn't win didn't بيجي بعدها الفعل في المصدر didn't بيجي معاه الفعل فين في المصدر يبقى didn't win يبقى هكتب وين هنا يعني الفريق ما but ولكن it was second ولكن طلع الايه الثاني أحمد is now أحمد دلوقتي عنده 21 عنده 21 عام and the last year والعام الماضي he played for an important uh, senior team يبقى اكتب senior هكتب هنا number 4 senior team فريق كبير لعب مع الفريق الكبير he was very pleased هو كان مبسوط جدا next year next year العام القادم ذا تيم الفريق ار بلاينج هيلعب بقى ان ان امبورتنت يعني مسابقه uh, competition هكتبها هنا competition في نمبر 5 اي هوب they وين ات انا يعني اتمنى ان هما ايه يفوزوا بالمسابقه اللي جايه يبقى نمبر 1 uh, يبقى نمبر 2 هتبقى جونيور نمبر 3 أه هتبقى سينيور أه وين نمبر 3 هتبقى وين نمبر 4 هتبقى أه سينيور أه نمبر 5 هتبقى كومبيتيشن هنا لما باجي بقى احول الفعل أه للماضي الفعل المنتظم فبضيف له اي دي فصوت اي دي بيختلف فبيتنطق مثلا بنطقه في ثلاث حاجات أه ممكن انطقه اد او ت أو د ممكن انطقها زي حرف الت أو زي حرف الدال أو اللي هو إد يعني هلبت 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 الإي دي نطقتها كأنها ت ت sounds like ت نمبر 2 مارد مارد الإي دي نطقتها كأنها حرف الدال د مارد ساوندز لايك like دي نمبر 3 نيديد 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 اد الاي دي هنا قطعتها اد ساوندز لايك اد نمبر نمبر 4 بلايد بلايد ساوندز لايك بلايد 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 نمبر 5 ليفد 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 sounds like ده توكت توكت الاي دي نطقتها إنها ت توكت توكت sounds like th. يبقى بيتغير النطق الاي uh, دي -E, اللي انا بضيفها للفعل طبعا على حسب ال الحرف اللي قبل الاي -E, دي يعني نسبة كبيرة جدا زي حرف زي فعل نيد نيد يعني يحتاج لو الفعل انتهى بدي أو انتهى بتي فبنطق الإي e دي بنطقها إد ني ديد ني ديد يبقى نسبة كبيرة النطق الإي e دي بيعتمد على الحرف اللي قبليه هنا هنخلي الفعل في الماضي My uncle Rashad was born in 1961 هنا لما الاقي تاريخ في الماضي لما الاقي تاريخ في الماضي فبخلي الفعل في الماضي فالفعل في الماضي ماي انكر رشاد ماي انكر رشاد عمي رشاد ده السبجكت ده الفاعل فالفاعل هنا مفرد فالفعل لما يبقى مفرد وحطولي هنا كده فيرب تو بي يبقى حط ووز ووز لو الفاعل مفرد اما لو الفاعل جامع حط وير ماي انكل رشاد ووز بورن ان 1961 يبقى لما الاقي تاريخ في الماضي يبقى استخدم الجمله تبقى في الماضي start هتبقى هي started he started playing chess uh, chess اللي هو لعبه الشطرنج when he was very little لما كان صغير and he was always very good at it نمبر 3 when الماضي بتاعها 1 بقولها كاني بقول نمبر آه 1 كده هي 1 ا جونيور تشيس طبعا 1 آه يعني معناها فاز آه فاز بايه بقى جونيور تشيس بمسابقه آه للناشئين جونيور تشيس كومبيتيشن وين هي ووز اونلي 12 لما كان عنده بس ايه 12 سنه نمبر 4 هي ميت الماضي بتاع ميت يقابل ميت هي ميت انتريم when he was twenty and they get هتبقى got الماضي بتاع جيت هتبقى got g o t married in nineteen eighty three number five in nineteen ninety he became the number one chess player in our city بأول واحد في لعبة الايه الشطرنج chess يعني شطرنج يبقى become الماضي بتاعها became use uh, these words to make questions عشان نعمل اسئله استخدم الكلمات دي عشان أكون سؤال وين وعندي بورن وين وير يو بورن يعني ولد امتى وير uh, وير يعني اين طبعا وير uh, دي اداه استفهام عشان اخلي السؤال في الماضي فبجيب لو عندي فيرب في الجمله فبجيب did بجيب فعل مساعد did عشان احولها للماضي or where did you go to primary school طبعا لما الاقي ديد بجيب معاه الفعل في المصدر جو لما الاقي ديد بجيب الفعل في المصدر عايز اكون سؤال بجيب اداه الاستفهام بعد اداه الاستفهام الهيلبنج فيرب اللي هو الفعل المساعد ديد بعد ديد بجيب الفاعل اللي هو يو بعد الفاعل الفعل الاساسي اللي هو جو نمبر 3 did you walk Did you walk to primary school? Uh, number four. Who was your best friend at primary? When? When did you start learning English? When did you start learning English? Uh, بعد كده بقول now answer the question exercise four. Uh, هنجاوب على الأسئلة اللي احنا كوناها دي هنجاوب عليها. When were you born? All I was born in uh, 2003. Uh, number two. Where, where did you go to primary school? Hello, I went to Salah al-Din primary school. Did you walk to primary school? Yes, I did. بدأ السؤال بديد أني بديد yes I did who was your best friend قال برايم All my best friend was أحمد when did you start learning English I started I started learning English when I was six لما كان عندي ست سنين تعلمت اللغة الإنجليزية complete the sentence with these words تشارتي تشارتي اللي هي مؤسسة خيرية كانتري سايد الريف امرجنسي امرجنسي اللي هو حالة الطوارئ جريد جرام مازر الجدة ناشرال ديزاستر ناشرال ديزاستر اللي هو كارثة طبيعية براود uh, فخور فولنتير اللي هو متطوع نمبر وان ماي جرام مازر ووز بورن ان 1955 and my great grandmother who was جدتي was born in 1930 great grandmother اللي هي الجده الكبرى بقى نمبر uh, 2 when you are older when you are older do you want to live in city or the countryside لما تكبر بقى هل انت هتعيش في المدينه ولا في الريف or the countryside يبقى نمبر 2 هكتب countryside اهي countryside, countryside اللي هو الريف يبقى اكتبها هنا. نمبر 3: you can only open this door انت ممكن تفتح الباب ده بس in emergency such as a fire. emergency اللي هي حاله الطوارئ يبقى اكتب emergency هنا emergency اللي هي حاله الطوارئ اكتبها هنا في نمبر 3. نمبر 4: منى's mother والدت منى is Uh, add the hospital في المستشفى they don't pay هما ما بيدفع ما لهاش uh, here uh, for her work يعني ما بيدفعوش حاجة لها عشان العمل بتاعها يبقى ديت ايه, إيه? volunteer يعني متطوع volunteer بتعمل بدون اجر يبقى إيه اكتب volunteer هنا number five the earthquake was the second uh, was the second natural disaster natural disaster اللي هي كارثه طبيعيه in the city this year my uh, my sister passed all her exam يعني uh, نجحت في كل امتحاناتها with good marks بدرجات عاليه and we are very proud of her واحنا فخورين بيها يبقى نمبر 6 هتبقى proud of اهي hey, proud proud اكتبها هنا proud of فخور بيه نمبر سيفن اي انا دايما جيف ماني بنتبرع بفلوس تو ذات هيلبس بور تشيلدرن للاطفال الفقراء يبقى تبقى تشاريتي بنتبرع فين في مؤسسة خيرية وجماعة خيرية تشاريتي يبقى تشاريتي اللي هي مؤسسة خيرية اكتبها هنا في نمبر سيفن هنا نكمل النص دوت بخصوص مجدي يعقوب وي شود شود يعني يجب We should all احنا يجب علينا كلنا be proud proud of يعني نبقى فخورين ب براود اوف مجدي يعقوب. He was born in 1935 ولد سنة 1935 in بلبيس. But ولكن ذا فاميلي الأسرة used تو ترافل كانت متعودة إنها تسافر تو ميني places في أماكن كتير. ليه بقى كانت بتسافر أماكن كتير؟ بيكوز بسبب his father لأن والده was an important doctor كان والده دكتور مجدي also أيضا became a doctor برضو بقى دكتور before قبل before he stopped working in 2001. قبل ما توقف عن العمل في 2001. He used to work. كان بيعمل in a special هوسبيتال ان لندن كان بيعمل في مستشفى خاصه في لندن. ات ذيس هوسبيتال في المستشفى دي ماجدي يوزد تو هيلب يوزد تو واكتب هيلب جنبها تو جيف بيبول نيو هارتس هارتس اللي هي قلوب فور ذا فيرست تايم كان اول مره uh, يعمل عمليات بقى قلب uh, في بيفور قبل ذا 1980 آه يعني في القرن الثامن عشر بيبول آه وز هارت بروبلمز اوفن دايت كانت نسبة كبيرة جدا اللي هو عنده مشاكل في القلب كان آه غالبا بيتوفى. In 2009 في 2009 مجدي يعقوب آه started a charity بدأ يعمل مؤسسة خيرية charity four ill children الأطفال المرضى in aswan في أسوان very ill children يعني المرضى مرضى الأطفال didn't used to live أكتب didn't عشان أنفي في حاجة في الماضي أقول didn't used to live أكتب live بعد used to دي ما كانوش بيعيشوا long lives ما كانوش بيعيشوا لفترة طويلة but many ill children كان ناو لكن الأطفال دلوقتي ليف هيلسي لايفز بيعيشوا حياة صحية عايز أكون سؤال قلنا نكون سؤال في الماضي فبجيب أداة الاستفهام بعد أداة الاستفهام بجيب فعل مساعد اللي هو ديد بعد الفعل المساعد اللي هو هيلبنج فيرب أجيب بعديه الفاعل السبجكت بعد كده المين فيرب اللي هو الفعل الأساسي لأن ديد أو دو do أو داز بجيب معاها الفعل أصل الفعل بجيب أصل الفعل. What did you uh, use to learn at primary school؟ أنت كنت بتدرس إيه uh, في المدرسة الإبتدائي؟ طبعاً أقول بقى uh, بجاوبة We used to learn Arabic, math, أند إنجلش. نمبر تو هنا هبدأ السؤال بديد أقول did you did هيجي بعديها الفاعل. did you بعد الفاعل أصل الفعل. did you used to have a lot of homework قول له yes I did بدأ ب did أنهي ب did yes I did number three uh, what what games إيه الألعاب did you used to play with your friends yes. إيه الألعاب اللي أنت كنت بتلعبها مع أصدقائك قول I used to play football number four how did you used to go to school أنت كنت بتروح المدرسة بإيه؟ اي used تو جو تو سكول اون فوت لو أنا بقى المدرسة قريبة مني أروح أروح بإيه؟ اون فوت يعني إيه مشي اون فوت أما ممكن واحد تاني يكتب مثلا بروح بالباص أقول باي باص باي كار باي ترين هنا بقى برين برين اللي هو المخ ايز العيون هارت القلب لانجس الرئتين ماوث الفم، stomach، المعدة، in your head، in your head، 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 in your head، brain، المخ، brain، uh, eyes، eyes، اللي هي العيون، eyes، هكتبي م eyes، uh, mouth، mouth، اللي هو ال إيه الفم، mouth. ممكن اكتب نوز نوز الانف نوز طيب ان يور بادي ان يور في الجسد بقى ان يور بادي هكتب هارت هارت هكتب هنا هارت اللي هو القلب لانجس لانجس اللي هي الرئتين لانجس ستوميك ستوميك اللي هي ايه المعده ستوميك اللي هي المعده هنا نكمل بعض الافعال والكلمات هنا ناون ناون يعني كلمة وفيرب يعني فعل قط قط معناها هنا كناون لما تيجي كاسم معناها جرح قط وهنا قط بفعل معناها يقطع بامب معناها مضخة بامب هنا كفيرب معناها يضخ بلانت بلانت معناها زرع بلانت معناها يزرع infection infection دي عدوى infect معناها يصيب نمبر uh, 1 this football has no air inside يعني الكره ديت ما فيهاش هواء بالداخل uh, i need a pump to fill it i need a pump يعني محتاج مضخه to fill it نمبر 2 ادم fell off his bike his bike يعني وقع من على عجلته and has a big cut وعنده جرح كبير cut هنا جا كناون. هنا ايه جرح on his arm his arm يعني زراعه number three Lena's cousin is in hospital في مستشفى with an eye infection بعدوى في العين اي انفكشن فيكشن هنا معناها عدوى يو شود يو شود انت يجب عليك بلانت تزرع زوز توموتو بلانتس ان ذا جاردن يبقى هنا يو شود بلانت انت يجب عليك انك انت تزرع يبقى بلانت هنا جايه فيرب فعل ديرتي ووتر ديرتي ووتر الماء المتسخ فروم a river كان انفكت ممكن يصيبك if you drink it لو انت شربته cut the meat cut هنا جاية verb يعني اقطع cut the meat اقطع اللحمة دي into small pieces قطع صغيرة before you cook it complete the text with these verbs هنكمل التكست النص دوت بالافعال اللي عندي enjoy يستمتع go يذهب leave يغادر start يبدأ لايف لايف اللي هي الحياة لايف ان انشنت ايجيبت في مصر القديمة ووز different كانت الحياة في مصر القديمة كانت مختلفة Different يعني مختلفة تو عن اليوم بور تشيلدرن بور تشيلدرن الأطفال الفقراء بور يعني الفقير تشيلدرن الأطفال الأطفال الفقراء didn't used to ما كانوش معتادين go إن هم يذهبوا to school But ولكن children from rich الأطفال اللي هم الأغنياء rich يعني غني families الأسرة uh, used to start كانوا بيبدأوا start school يبدأوا المدرسة when they were about seven تقريبا من سن سبع uh, سنين when they were at home موجودين في المنزل children used to enjoy كانوا بيستمتعوا playing games when older بيرانس دايت لما الوالدين بيتوفوا زي يوزد تو ليف كانوا بيتركوا زير هاوسز منازلهم تو ذا سانز للاولاد هاويفر ومع ذلك زي تو اعتادوا على ايه ليف سينجس اعتادوا على ترك الاشياء انسايد بالداخل ذا هاوس داخل المنزل ساتش از زي ايه بقى اه, المجوهرات اند فورنيتشر وبعض الاساس to uh, the daughters للايه للبنات read the article again and answer the question number one did all children used to go to school؟ هل كل الاطفال كانوا بيروحوا المدرسه؟ قال له نو نو poor children الاطفال الفقراء didn't used to go to school الاطفال الفقراء ما كانوش بيروحوا المدرسه. Number two when did children from rich families الأطفال اللي هم في الأسر الغنية used to start school start school إمتى بقى؟ when they were seven لما كان بيبقى عندهم تقريبا seven سبع سنين كانوا بيروحوا المدرسة what did the children used to do at home كانوا بيعملوا إيه في المنزل؟ they used to play games used to بيجي بعدها الفعل في المصدر فعل فين؟ used to بيجي الفعل في الإنفينيتيف في المصدر يعني الفعل بدون اضافات نمبر فور هو هو يعني من تسال على عاقل هو used to have ذا هاوس ذا هاوسز من اللي كان آه بياخد بقى المنازل وين اولدر parents دايت uh, طبعا ذا سانز ذا سانز الاولاد what did ذا دوترز used to جيت دوترز اللي هم البنات بقى جولر كانوا بياخدوا إبقى إيه الجولر المجورات and furniture الأساس write four sentence اكتب أربع جمل in your notebook about how your life used to be different when you were younger when I was young لما كنت صغير I used to get up early كنت متعود أن أنا صحب أدري for school للمدرسة I used to go to school on foot كنت متعود أن أنا أروح اون فوت يعني مشي اي يوز تو بلاي فوتبول كنت متعود ان انا معتاد على لعب كرة القدم ريد اند كوريكت ذا اندر لاين ووردز اول ارت از امبورتنت اول ارت هل كل الفن از امبورتنت مهم قلت له وات طبعا وات دو يو مين بدل دي دي هكتب دو وات دو يو مين يعني انت تقصد ايه قال لها وي اول نيد ارت احنا كلنا بنحتاج الارت اللي هو الفن او الرسم اي ام نوت شور انا مش متاكده وات يو مين بدل ذاتها تبقى وات وات يو مين يعني تقصد ايه لا ان اذر ووردز بدل وورد هتبقى ووردز زود لها اس بس يعني بعباره اخرى ارت كان تيتش اس ثينجز يعني الارت ده او الفن ممكن يعلمنا حاجات قلت له سوري اي دونت اندرستاند بدل I اندرستاند يقول I don't understand يعني أنا مش فاهماك اي I مين mean أنا أقصد بدل منت دي هتبقى مين أي مين I mean أنا أقصد when we see a painting لما بنشوف لوحة or a statue أو لوحة مثلا للتمثال وي we can learn things about life. بنقدر نعرف من خلال اللوحة ديت أو التمثال ده حياتهم كانت عاملة إزاي يبقى بدل I meant قول I mean يعني أنا أقصد Now complete the dialogue uh, using the correct expressions from exercise 1 uh, كريم بيكلم طارق فكريم قال له I think that all teachers are heroes يعني أنا uh, أنا من رأيي إن كل المعلمين are hero يعني دول أبطال طارق قال له what do you mean what do you mean يعني أنت تقصد إيه قال له اي I مين mean, انا اقصد without teachers بدون المدرسين وي وود نوت ليرن اني ثينج مش هنتعلم اي حاجه زير از ذا انترنت قال له زير از ذا انترنت يعني في الانترنت موجود قال له سوري اي دونت اندرستاند انا مش فاهمك اي دونت اندرستاند قال له اي ام نوت شور انا مش متاكد وات يو مين انت تقصد ايه قال له ان اذر ووردز بعباره اخرى ان اذر ووردز we don't need teachers احنا مش هنحتاج مدرسين because we have the internet لان احنا هيبقى عندنا الانترنت قال له i don't agree i don't agree يعني انا مش متفق معاك we will always احنا دايما need هنحتاج teachers دايما هنحتاج الايه المدرسين فقره الرايتنج write a paragraph هتكتب باراجراف about رابش collector على عمال جامع الايه جامع القمامه هتكتب باراجراف عن رابش كوليكتور سيركل the correct words. Number one, are you taller than your brother؟ اعمل سيركل على than. Number two, I don't think I know. بعمل سيركل على نو. نو يعني يعرف. طيب كي هنا silent الكي لو جه بعدها ان الكي ساينان ما بقولهاش. يبقى اعمل سيركل على نو. Uh, the answer uh, to uh, this question. نمبر 3: وي وينت تو ماي كازنز هاوس أنا رحت منزل ابن عمي أو ابن خالتي this morning but nobody was there بعمل سيركل على زير. ما كانش في حد هناك. نمبر 4: uh, Word is good at math يعني جيدة في الماس في الرياضيات. And she is good at English وجيدة في الانجليش تو تو معناها أيضاً. بعمل سيركل على 2 ايضا نمبر 5 اي بوت انا اشتريت 2 uh, بوكس يسترداي يبقى اعمل سيركل على 2 نمبر 6 اثينا از از ا جريت سيتي يعني دي مدينه عظيمه او رائعه اند ذا بارسنن از ده معبد اغريقي از uh, اتس اعمل سيركل على اتس موست uh, famous building ده من اشهر المباني هناك او من اروع المباني هناك هنقرا الايميل دوت مع بعض كده وهنكمله بالجمل اللي موجوده عندي دي هاي ماي نيم از ادم انا اسم ادم اند اي ونت تو رايت وانا اريد ان اكتب رايت اباوت عن ا بيرسون شخص اي ام فيري براود تو نو انا فخور بمعرفته when she was younger لما كانت هي صغيره she used to study كانت معتاده على study الدراسه والمذاكره very hard very hard يعني كانت بجد because بسبب she wanted to be a nurse انك كانت عايزه تطلع ممرضه she also وهي ايضا used to work to help uh, pay for her studies وكانت بتعمل عشان تدفع مصاريف الدراسه but ولكن that isn't the reason مش هو ده السبب I am proud of her in 2020 2020 there was a health emergency كان في حالة طوارئ صحية and many people وكثيرا من الناس were in hospital كانوا موجودين في المستشفى اه هنا طبعا سي نمبر 1 دي هتبقى سي اللي هي ايه هير نيم از مسز كريمه محمد يبقى نمبر سي دي نمبر 1 هتبقى سي هير نيم از مسز كريمه محمد يبقى هنا هكتب هنا طيب هنا بعد كده 2 هتبقى اي بيكيم ال 2 اي بيكيم ال وانا بقيت مريض ايضا هتبقى ايه اي ووز ان هوسبيتال فور 2 ويكس يعني انا قعدت في المستشفى تو ويكس يعني اسبوعين اتنين اند كريمه محمد هيلبد مي يعني ساعدتني اند اذر بيبل والناس التانيه برضو ان ذا hospital. شي فيري كايند يعني كانت طيبه جدا اي اوف ذا موست يعني هي دلوقتي بقت من أشهر أو من أهم مديري التمريض إن كايرو في القاهرة So I am very happy أنا سعيد جدا شي helped me إنها ساعدتني يبقى آخر جملة بقى هكتبها اللي هي بي I am very proud of her I am very proud of her يعني أنا فخور بيها جدا Read the email again and the answer the question Number one Why, why? يعني لماذا Why did Mrs. Karima used to study hard? ليه كانت بتذاكر بجد study hard. She wanted to be a nurse لانها كانت عايزه تبقى ممرضه. Why? لماذا? Why did she used to work when she was younger? ليه كانت بتعمل او بتشتغل لما كانت صغيره? To help pay for her studies عشان تدفع تكاليف الدراسه بتاعتها. What happened in 2020? ايه اللي حصل في 2020 there was a health emergency كان في حالة صحية حالة طوارئ صحية number four what did miss كريمة miss كريمة do for Adam عملت ايه لآدم she helped him she helped him number five why do you think Mrs. كريمة is one of the most important nursing managers in Cairo ليه بقى هي أصبحت من أهم مديري التمريض في القاهرة نيرسينج اللي هي التمريض مانيجر اللي هو إيه مديري التمريض إن كايرو بيكوز شي أولويز وينت تو بي أنيرس لأن هي كانت دايما عايزة تكون ممرضة واهتمت طبعا بالعمل بتاعها وبقت مجتهدة فيه عشان كده أصبحت مديرة التمريض ريد أند ماتش تشارتي تشارتي اللي هي مؤسسة خيرية أو جمعية خيرية طبعا ده تبقى لتر سي ان أورجنازيشن منظمة ذات هيلبس بيبول بتساعد الناس هو need them اللي محتاجة مساعدة نمبر تو Emergency Emergency اللي هي حالة الطوارئ Emergency Something سيريس Or Dangerous يعني حاجة خطيرة او خطر دي ايمرجنسي يبقى ايمرجنسي احط اي ليتر دي اكتب هنا ليتر دي نمبر 3 فيميل فيميل اللي هي الانثى فيميل اجير بنت اور وومن او امراه يبقى فيميل اكتب على ليتر اي نمبر 4 فولنتير فولنتيرو اللي هو متطوع سم ون هو وركس فور نو ماني نو ماني بيعمل من غير اجر يبقى نمبر 4 اكتب عندها ليتر بي يبقى هنا هكتب بي match to make sentence هنكمل عشان نكمل آه جملة number one when my mother was twenty uh, five she worked in a bank كان بتشتغل in a bank في بنك number two my grandfather my grandfather جدي stopped work يعني آه بطل عمل أو شغل in twenty آه, fifteen في ألفين وخمستاشر يبقى دي هتبقى لتر أي ماي فاميلي ماي فاميلي أسرتي فيرست فيزيتد ذا ايلاند جزيرة أول زيارة لهم في جزيرة كريت تين ييرز أجو من عشر سنين تين ييرز أجو من عشر سنين دي كريت دي جزيرة في اليونان البحر المتوسط. نمبر 3 ماي يبقى نمبر three هتبقى دي يبقى هنا هكتب دي. نمبر 4 وليد ووز ا فارمر، 4 وليد كان فلاح، 4 ايه بقى؟ 4 بيجي بعدها مده زمنيه مور ذان اكتر من 30 years، اكتر من 30 سنه، 30 years يبقى هنا هكتب ايه. نمبر 5 اunt ليلى lived in England، اه, بقول عمتي ليلى عاشت في انجلترا from فروم هيجي بعدها سنه وبعدها يبقى from uh, 1995 to 2010 من الف من 1995 إلى 2010 2010 يبقى هنا نمبر 5 هتبقى بي يبقى هنا هكتب بي choose the correct answer uh, number 1 Egypt uh, football team فريق كره القدم آه المصري آه وان فاز وان ذا افريكا كاب اوف نيشنز بكاس الامم الافريقيه في 2010 نمبر 2 ماي جراند فادر يوز تو بلاي يوزد تو بلاي يعني كان معتاد على لعب ايه فوتبول كره القدم وان هي واز يانج لما كان صغير بط ولكن هي كانت توك ناو هو مش هيقدر يمشي الان ما بيمشيش دلوقتي نمبر 3 ديد ديد بيجي معاه الفعل في المصدر قول ديد علي جو ديد علي جو نمبر 4 زير didn't used to be زير didn't used to be a hotel in our city ten years ago ما كانش موجود uh, مدينة ما كانش موجود هوتيل فندق في المدينة بتاعتنا منذ عشر سنين but ولكن now there are the, uh, three. ولكن دلوقتي في ثلاثة سري ثلاث فنادق نمبر فايف وير وير ديد يو يوز تو ليف يعني انت كنت بتسكن فين الاول بيفور قبل يو موفد قبل ما تنقل تو قبل ما تروح اسكندريه انسر ذا كويشن اباوت يو يعني هتجاوب على الاسئله ديت حاجه بالنسبه لك انت and your family واسرتك هتجاوب على الأسئلة ديت بالنسبة ليك ولأسرتك. يعني بيقول لك وين؟ وين بتسأل على الزمن؟ وين ديد يور بيرنس جيت ماريد؟ يعني هما اتجوزوا إمتى؟ بيرنس اللي هما الوالدي. خلاص دي أسئلة بالنسبة لك أنت. وير أين؟ وير ديد يور بيرنس يوز تو ليف؟ وين زي وير تشيلدرن؟ هما كانوا عايشين فين؟ لما هما كانوا أطفال. يبقى دي اسئله كلها تابعك انت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته